شاركت وحدات من القوات الخاصة السعودية للمرة الأولى في أوروبا الاثنين في مناورات مع نظرائهم الفرنسيين في قاعدة سولنزار الجوية في إطار مناورات مشتركة بين الجيشين في كورسيكا. منذ ما لا يقل عن 45 عاما لم تغير فرنسا سياستها إزاء العالم العربي، فلا أرى لماذا ستغيرها اليوم. ويشارك في هذه المناورات 1000 رجل بينهم 350 سعوديا من 1 وحتى 18 من تشرين الأول أكتوبر في مناطق مختلفة من كورسيكا.